اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب ربي ربي أسأت بجهلي وظلمت اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام من قابل دلستي اجازة دادي من امروز بگیرم من قابل این حرفا نبودم تو قابلیت دادی صلى على محمد وآل محمد وارزقني حج بيت جال في آني هذا وفي كل واغفر لي تلك الذنوب الزار فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله إلهي العالمين.